الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في الاحتمال الكلاسيكي البسيط اللي هو هذا الاحتمال الـ A. طبعا الـ A انت مديك تسمي هذا الرمز على الـ E على الـ S، هذا فراغ العينة وهذا الحدث اللي بتوجده في فراغ العينة زي كذا. دحين الآن عندي هذا المثال: عائلة لديها 3 أطفال، ما هو احتمال أن يكون بين الثلاثة بنتين فقط؟ تمام، هذا سيبكم من الشطر، هذا بعدين. طيب، عائلة زي كذا، خلاص هذا السؤال. عائلة لديها 3 أطفال، ما هو احتمال أن يكون بين الثلاثة بنتين فقط؟ طيب، يعني بنتين فقط يعني الثالث حيكون ولد. تمام، فنقول له البوي وجيرل. تمام، تبغى نبدأ بالبي؟ ممتاز، نقول له الحين احنا بنجيب فراغ العينة. تمام، نجيب كم كل الاحتمالات الممكنة. نقول مثلا نبدأ بالبي الحين، نقول عندنا 3 أولاد. تمام، كلهم 3 أولاد، أو عندي ولدين وبنت، أو عندي ولد وبنت وولد. حاول تشكلها، تشوف قدر المستطاع كيف تشكلها. تمام، هما طبعا كلهم في النهاية هما 3، شوف أن يكون بين الثلاثة، يعني 3 خانات بتكون عندي، فأنا أشكل 3 أولاد، ولد ولد بنت ولد بنت ولد، الرابعة بنت ولد ولد، أو خلينا عشان ما نبدأ بكذا. تمام، الربطة تكون حلوة، بدينا بالبي صح، نبدأ بها أول واحدة. 3 أولاد، أو عندي ولدين وبنت، أو عندي ولد وبنت ولد، أو عندي ولد بنتين، عندي ولد وبنتين، خلاص ما عاد عندنا شيء أكثر. طيب، نجي الآن للجيرل، نجي نقول هذا، خلينا نقول هنا الاس حق الجيرل. تمام، لحاله. تمام، نقول هنا فين هذا، نقول هنا الجيرل. هنبدأ نفس الفيلم، نقول له جير عندي 3 بنات، أو عندي 2 ولد، أو عندي بنت ولد بنت، أو عندي بنت وإيش ولدين. الآن لو نلاحظ فراغ العينة كم خانة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، لو نيجي نطبق القانون هذا الحين ب، طبعا هو يبغى بين، خلينا نقول ايه. تمام، يساوي فراغ العينة 8. طيب الآن قال لي الاي اللي هو الحدث اللي أنا أبغاه، قال أن يكون بين الثلاثة بنتين فقط. فين في مكان فيه له بنتين بس؟ هنا 3 أولاد، هنا ولدين وبنت ما ينفع، هنا ولد وبنت وولد برضو ما ينفع، هنا ولد وبنتين ممتاز هذا ينفع معانا، هذا واحد. هنا عندنا 3 بنات ما ينفع، هو يبغى بنتين فقط، هنا 3 بنات. طيب هنا عندي 2 ولد هذا ممتاز. طيب بنت ولد بنت هذا ممتاز برضو، عندي 2 جيرل. هنا بنت ولدين ما ينفع، فعندي 1 2 3، فقول له هنا 3. كذا انت حليت المسألة. طب شوف، لو جاء قال لك وما هو احتمال ان يكون بين الثلاثة بنتين على الاقل، انت بعد ما تطلع فراغ العينة تبدأ الان تحلل له، سواء يبغى بنتين، يبغى بنتين على الاقل، يبغى بنتين على الاكثر. طيب نيجي نفند الحين، لو قال لنا بنتين فقط قلنا نشوف فين الأشياء اللي فيها بنتين بس، 3 ما نبغى بس بنتين.
إذا يبغى دحين بنتين على الأقل، يعني يبغى بنتين وانت طالع على الأقل، خذ البنتين واطلع بهم. يعني يقول لك لا تجيني إلا أقل شيء تجيب لي، يعني أنا مسلف 5000، أجي أقول لك أقل شيء لا تجيب لي إلا 2000، يعني لو جبت لي 3000 بستقبل، 4000 بستقبل، فأقل شيء أنا معطي الشرط 2000. فهنا زي كذا بين الثلاثة بنتين على الأقل. يعني شوف لو جينا احنا الحين بنتين على الأقل، عندي هنا بنتين صح، وهنا عندي بنتين، وهنا عندي بنتين، ثلاثة، هنا بنت ما ينفع، هنا بنت ما ينفع، هنا ثلاث بنات أخذهم، هنا ما يعني يصير عندي. لو قلنا لو يبغى البي لهذا السؤال، تمام، ايش حقول له؟ ايه او دي، هو يعني الدكتور حيفهم، اقول له كم عندي بنتين على الاقل او اكثر. فاقل شيء بنتين، 1 2 3، واكثر من 2 كانوا 3 هنا، فنقول له 1 2 3 4، 4 على 8، كذا انت حليت على الاقل. طيب لو قال لك هنا على الاكثر، على الاكثر، تمام، قال لك من بين الثلاثة بنتين على الأكثر، يعني بنتين على الأكثر، أكثر شيء بنتين، ما أبغى أكثر من ثنتين، يعني تجيب له يا ثنتين يا أقل، تمام. فالثلاثة مستبعدة معانا، ثنتين، الثلاثة مستبعدة معانا، ثنتين أو أقل. ونلاحظ يبغى في البنات، يعني الجيرل الجي. فشوف هنا عندي 1 معانا، جي هنا عندنا 1، هنا وهنا عندنا 1، 1 2، وهنا عندنا جي 3، بنتين او اقل، ناخذ اللي فيه له 2 جي، 1 2، 3، تمام، 4 5 6، هاجي حقول له 6 على فراغ العينة كامل اللي هو 8، قول له البي اوف مثلا جي ساوي زي كذا، وكذا انت حليت المسألة. ارجع عيد المقطع كذا مرة، امورك ان شاء الله تضبط. لا تنسى انا مصالح دعواتك ودعمك للقناة ودمتم بخير.